حول هذا الشأن ينضم إلي الصحفي الأستاذ سعيد العفاسي حول هذه الشؤون. مرحبا بك أستاذ سعيد. بداية يعني حول المطالبة بتجريد الرئيس التونسي قيس سعيد من لقب منح له من جامعة إيطالية، فأي سياق تأتي هذه المطالبات ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟ مساء الخير. أعتقد هذه مناورة فاشلة، لأنه بدل من النخب أن تلتجئ إلى عمق الموضوع الذي هو سياسات قيس سعيد في البلاد، وعمق الموضوع الذي هو تدمير الاقتصاد وتهدم البنية الاجتماعية لتونس، صب النظر إلى شهادة جامعية لا تغني ولا تسمن من جوع في قضية تونس. قضية تونس أكثر من هذا، وأعتقد بأن النخب اليوم في تونس، وأتحدث عن النخب الحزبية، لم يعد لها ذلك التضامن واللحمة فيما بينهم. كل واحد يريد أن يحقق مكاسب على حساب الآخر، ولم يعد هذا المضمون الشامل الذي يجمع كل الأحزاب السياسية التونسية. لذلك لم نرى أنها عندما تخرج للشارع لا تخرج بالقوة الكافية من أجل الضغط على قيس سعيد، والدليل أن قيس سعيد منذ توليه رئاسة الدولة إلى اليوم لم نعرف هذا النزول الكبير والقوي الذي يمكن أن يقلق هذا الرجل، الذي أثبت مرارا وتكرارا بأن هناك مجموعة من الخروقات الداخلية على مستوى البنيات الوزارية وعلى مستوى بنيات الحكومة، والدليل هو في كل مرة يدق ناقوس الخطر، ودقه البارحة عندما قال بأن الدقيق الذي توزعه الحكومة هناك تلاعب كبير في هذا الاتجاه. لذلك التجأت المخابز إلى الخروج إلى الشارع ولا المنادات بعدم سلب دعم الدقيق. ولكن ماذا يعني أستاذ سعيد يعني ما قاله قيس سعيد من أن هناك تلاعب في هذا الشأن، وما علاقة المخابز في هذا السياق؟ علاقة وطيدة جدا، لأن الدقيق الحكومة هي التي تعطي كمية الدقيق للمخابز وتعطي لهم بسعر تفضيلي ليس بسعر السوق. وهذا الخبز عندما يجهز ينزل إلى السوق ويتم بيعه للمواطن. أعتقد أن العلاقة واضحة جدا. لذلك أنا أقول لك إنها مجرد مناورة من أجل أن يبقى الفساد في تونس. وقيس سعيد منذ توليه منصبه يحاول ما أمكن أن يبحث على الثغرات الموجودة من أجل ردمها، أو على الأقل من أجل التنبيه إليها، رغم أنه لم ينتبه كذلك إلى عمق الموضوع الذي هو الاقتصاد. ونحن ندرك جيدا بأن عندما عين أحمد حشاني رئيس الوزراء للدولة، عينه من جانب أكاديمي لأنه أستاذ جامعي، ومن جانب أنه اقتصادي وليس له علاقة بالسياسة. أعتقد تونس حتى بودن لم يكن لها علاقة بالسياسة. وقيس سعيد يحاول أن يأتي بالرجال أو النساء الذين يساعدون في المنصب أن لا يكون له انتماء، لأنه يعددك جيدا بأن الأحزاب السياسية هي التي أفسدت علاقة المجتمع مع الأحزاب السياسية ومع علاقتها مع الدولة. وهناك مجموعة من البؤر الفساد داخل تونس. للأسف لم يكفي الوقت الزمن الكافي لقيس سعيد حتى يمكن أن يردمها أو يقضي عليها، ولكن الفساد مستشري ولا يمكن أن يقضي عليها في خماسية أو في خمس سنوات، لأنه عليه أن يكون محاربا قويا. والحرب القوية هي أن ينتبه إلى المجتمع. المجتمع إذا مس في خبزه في قوته اليومي سينزل إلى الشوارع، ولكن إذا نزل إلى الشوارع لم يعد للمجتمع التونسي من يؤطره ومن يوجهه، والناس تخاف من النزول إلى الشارع ومن التظاهر حتى لا تذهب إلى السجن وحتى لا يقتل أبنائها. لذلك تقف بمعزل وتشاهد وتموت في صمت. وأنا لدي علاقات كبيرة مع بعض التونسيين الذين يقولون هذا الكلام، ويقولون نحن بين مطرقة وسندان. لا إما الخروج إلى الشارع والتضحية بأبنائنا والزج بهم في السجن، أو البقاء والتفرج على ما يقع بتونس. والأحزاب السياسية هي التي ستستفيد من هذا الخروج من أجل هدم العلاقة الموجودة ما بين قيس سعيد وبين المجتمع التونسي. شكرا لك على كل هذه المعلومات الصحفي سعيد العفاسي، شكرا لك مجددا.